يقول السائل: ما حكم ذبح العقيقة عن المولود في اليوم الثامن أو التاسع؟ العقيقة سنة مؤكدة، وقد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين عليه الصلاة والسلام أن كل غلام مرتهن بعقيقته، وقال: تذبح يوم السابع. وأيضا ذكر أيضا جاء في الحديث أنه يحلق رأسه ويسمى، أي أنه في اليوم السابع يسمى، أي تكون العقيقة في اليوم السابع ثم يحلق رأسه ويسمى في ذلك اليوم. هذه هي السنة، وقد جاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا لم يتيسر له ذلك فجاء أيضا في الحديث، أيضا حديث عائشة، أنه أيضا يكون في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين. إذا لم يستطع أن يقوم أو يفعل ويذبح العقيقة في هذه الأيام فإنه يذبحها في أي يوم شاء. ولذلك نقول أن السنة أن يذبحها في اليوم السابع، ولكنه إذا لم يتيسر له ذلك فنقول أفضل أن يجعلها في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين. ولكن لو أنه ذبحها في اليوم الثامن كما ذكر السائل أو اليوم التاسع فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج. ربما تكون هناك ظروف عند هذا الشخص ولا يستطيع إلا في مثل هذا اليوم، نقول لا حرج في ذلك. إذا تعدى اليوم السابع فلا حرج عليه أن يذبحها في أي يوم. وتذبح عن الغلام شاتان وعن البنت شات واحدة يذبحها، وأيضا يأكل منها، وأيضا إن شاء أيضا أن يولم ويجعل وليمة ويجمع أهله وأقاربه عليها ويدعون لهذا الغلام، فنقول لا حرج أيضا في ذلك. أو أن يجعلها مثل الأضحية، أثلاث، ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يتصدق به، كل ذلك مشروع ولا حرج في أي تصرف يتصرف بالعقيقة.